تشاهدون في هذه الحلقة: صحة تعز تؤكد بذل جهود مكثفة لمواجهة وباء حمى الضنك، وتشير إلى انخفاض في نسبة الإصابات مقارنة بالأعوام السابقة. حقول الذرة الشامية في تعز: حين تفيض الأرض بالخيرات يأتي الحديث عن بذل فلاح وعناء الثور والمحراث. قسم الدعم النفسي بمركز علاج الأورام: ساعة ترفيه للأطفال تبدد ساعات من الألم. مرحبا بكم من جديد. البداية مع موجز سريع لأهم المناشط والفعاليات التي أقيمت في تعز هذا الأسبوع. اختتم فريق وصل للسلام مشروع توحيد الجهود الإعلامية لتعزيز عملية بناء السلام والأمن، والذي استهدف شريحة من الناشطين والإعلاميين من مختلف الأحزاب السياسية في المحافظة. ويهدف المشروع إلى توحيد الخطاب الإعلامي في تعز وترك المناكفات الحزبية والعمل على لم الشمل بعيدا عن التعصب والكراهية. مشاهدينا، تبذل السلطات الصحية في مدينة تعز جهوداً مكثفة لمواجهة حمى الضنك، في ظل تأكيدها تسجيل حالات جديدة تجاوزت 1200 حالة، إضافة إلى حالتي وفاة. ويؤكد مكتب الصحة في المحافظة أنه نفذ حملات استباقية بهدف تحقيق معدلات منخفضة في عدد الإصابات جراء هذا الوباء الذي عاود الظهور مجدداً في هذا الموسم. مشاهد مألوفة وقد تتكرر سنوياً لمرضى يرقدون في مستشفيات تعز إثر إصابتهم بمرض حمى الضنك. من يوليو وحتى سبتمبر من كل عام يصل هذا الوباء ذروته لتبدأ مستشفيات المدينة والمراكز الصحية فيها باستقبال الحالات في ظل إمكانيات متواضعة، إمكانيات جعلت السلطات الصحية بتعز تعمد إلى القيام بعمليات استباقية لهذا الموسم الوبائي ومن خلال حملات متعددة الأغراض. في عام 2019 قمنا بمرحلتين مكافحة لحمى الضنك، كل مرحلة تتكون من 3 أنشطة. النشاط الأول اللي هو التقصي الحشري، وهذا يهدف إلى معرفة بؤر توالد البعوض الناقل لحمى الضنك. المرحلة الثالثة عملية الرش الضبابي اللي هو القضاء على البعوض الطائر البالغ. حتى الأربعاء الماضي سجلت السلطات الصحية في تعز حالتي وفاة وأكثر من 1200 إصابة بهذا المرض، وهو ما يعتبره المسؤولون في الصحة مؤشراً على تراجع الحالات المصابة بمرض حمى الضنك مقارنة مع الأعوام السابقة، غير أن التحدي الجديد الذي سيواجههم في الصحة هو في ظهور حالات جديدة في أرياف المحافظة. تعتبر المحافظة من المحافظات المستوطن فيها الوباء، فيها مناطق عالية الخطورة وخصوصا مركز المحافظة اللي هو محافظة في مديرياته الثلاث: المظفر، القاهرة، صالة، أيضا جبل حبشي، والآن ربما تتوسع دائرة الانتشار. يتحدث المسؤولون في الصحة بتعز عن بذل القطاع لجهود مضاعفة في ظل إمكانيات متواضعة لمواجهة هذا الوباء، ويعتبرون تجهيز فرق الاستجابة الطارئة لمكافحة الأوبئة في المحافظة والقيام بحملات توعوية منتظمة أحد صور التحركات التي تهدف للتخفيف من آثار هذا الوباء وحصره قبل أن يتوسع ويتفشى وصولاً إلى مرحلة ما يعرف بالجائحة. هناك فرق التوعية التي تنزل إلى البيوت من منزل إلى منزل وتقوم بتوعية البيوت وبالذات ربات البيوت بكيفية الوقاية من حمى الضنك. هذا العام الحمد لله هناك تراجع كبير وانخفاض كبير في عدد الحالات مقارنة بالأعوام الماضية. وعلى الرغم من أن وباء حمى الضنك من الأمراض الفيروسية التي استوطنت تعز منذ ما قبل العام 2009 وذهب ضحيته الكثير من الناس، فإن غياب مراكز متخصصة في علاج وباء حمى الضنك هو ما يثير الدهشة والاستغراب، وقبل ذلك السؤال عن السبب وراء هذه اللامبالاة.
وللوقوف على نشاطات مكتب الصحة بتعز، يسرنا أن نستضيف الدكتور عبد الرحيم السامعي، مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا بك والسادة المشاهدين، وشكرا جزيلا لقناة بلقيس التي تواكب على الدوام مشاكل الصحة في المحافظة. نعم دكتور، في البداية تخوفات كبيرة لدى المواطن من انتشار وتفشي وباء حمى الضنك في المدينة، خصوصا وأن هذه الأشهر هي موسم لظهور هذا الوباء. ما هي الجهود التي يقوم بها مكتب الصحة لمواجهة حمى الضنك والأوبئة الأخرى؟ أولا هذه التخوفات هي تخوفات مشروعة فعلا، ذلك لأن حمى الضنك من الأمراض الفيروسية التي استوطنت محافظة تعز منذ نهاية القرن الماضي، منتقلة من القرن الأفريقي، واستوطنت هذه المحافظة والمحافظات المجاورة مثل لاحق وعدن والحديدة ومحافظات أخرى. على الدوام نحن على موعد مع هذه الجائحة في بداية موسم الأمطار. كما نعلم العام الماضي أودت بحياة أكثر من 25 شخص، وتلقى المرض آلاف المرضى. في هذا العام كان لمكتب الصحة والسكان نشاط مبكر بدعم متكامل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسلطة المحلية. الآن نحن في الجولة الثالثة من عملية الرش الضبابي واكتشاف بؤر توالد البعوض الناقل لحمى الضنك. اليوم الفرق نحن نتحدث الآن في هذا المكان، وفرق مكتب الصحة في المدينة تجوب أماكن مستهدفة ظهرت فيها حالات حمى الضنك. بلغت يعني هناك تحركات لمكتب الصحة لمواجهة بخصوص تسجيل إصابات حمى الضنك هذه الفترة، وهناك حديث حول وفيات يعني بجراء الإصابة بالنزيف الحاد، هل هناك أرقام محددة لحالات الإصابة وحالة الوفاة أيضا؟ نعم، لدينا نظام الإنذار المبكر إلكتروني، كل يوم هناك تقرير لفرق الاستجابة لحالات الإصابة التي تظهر يوميا. وصلت عدد الحالات منذ بداية العام حتى يومنا هذا 1255 حالة، منها حالتين وفاة وخمس حالات وصلت إلى حالات النزفية. هذه الحالات إذا ما قرنت بالحالات التي أصيبت في العام الماضي هي حالات قليلة، لكن نحن لدينا النفس البشرية تساوي الشيء الكثير. هذا العام نحن على موعد مع موسم هادئ نتيجة لهذا التدخل الذي يقوم به مكتب الصحة والقطاع الصحي في المحافظة، نتيجة للدعم الذي تلقيناه كما قلت من منظمة الصحة العالمية. لكن هذا لن يكون الحل النهائي، نحن على موعد قادم السنة القادمة. يعني هناك انحسار لهذا الوباء مقارنة بالأعوام السابقة، هل من مؤشرات يعني بخصوص بهذا الخصوص مؤشرات الانحسار، كيف أدركتم أن هناك تراجع لهذا المرض؟ سيظل هذا الانحسار مقارنة مع العام الماضي، وهذا الهدوء يعني 1255 لا يقارن طبعا مع أكثر من 23 ألف حالة أصيبت العام الماضي. سيظل هذا الهدوء إلى نهاية موسم الأمطار. هل كانت التحركات أكبر من العام الماضي التي اتخذتموها في مكتب الصحة لمواجهة هذا الوباء، أم أن الأمر يعود يعني لأسباب أخرى معينة؟ يعني ما هي التحركات التي بذلتموها؟ لا طبعا هذا العام كما قلت بدأنا بالتحرك مبكر. نحن الآن في الجولة الثالثة من برنامج أو مشروع مكافحة حمى الضنك في ثلاث مديريات المدينة، هي القاهرة والمظفر وصالة، وشملنا وكذلك المسراخ أربع مديريات، وشملنا في نهاية الجولة الثانية مديرية جبل حبشي في المناطق المنخفضة من منطقة الضباب بحسب ارتفاع المحافظة عن مستوى سطح البحر التي يفضل البعوض فيها التوالد، البعوض الناقل لحمى الضنك. ونحن نتحدث عن حمى الضنك، لماذا لا يوجد حتى اليوم مركز متخصص لعلاج الحمى وأطباء متخصصون بهذا الوباء؟ لماذا حتى اليوم تعز لا يتوفر فيها هذا المركز؟ هذا يعود إلى قلة الإمكانيات وتدمير برنامج الملاريا ومقدراته، ذلك لأنه مرتبط ارتباط وثيق علمي وعملي أيضا فني
هذا البرنامج كان يعمل في المحافظة إلى عام 2015، أتت الحرب على كل مقدرات هذا البرنامج، كما أتت على بعض على المقدرات الأخرى لقطاع الصحة، تم تدمير فيها كل الإمكانيات التي كان يعمل بها البرنامج. يعني لكن هذا ليس مبرر، يفترض أن هناك مراكز داخل المستشفيات العامة لمعالجة حمى الضنك، هي حمى موسمية، يفترض أن أقسام الباطنية تكون لديها القدرة على استيعاب الحالات المتزايدة من حمى الضنك في بداية الموسم، لكن للأسف الشديد عدم وجود الميزانيات وعدم وجود الكادر الذي نزح خارج المحافظة، وخاصة الكادر المتخصص في مجال الطب الباطني وهو المسؤول عن معالجة حالة حمى. هل هذا يعني أنه لا يوجد دعم مثلا من السلطة المحلية وزارة الصحة في هذا الإطار؟ لا توجد الموازنات السنوية. طيب ماذا عن المنظمات الدولية؟ يعني ودورها في تحسين القطاع الصحي وتمكينه من أداء عمله يعني بالشكل المطلوب. المنظمات الدولية عادة دعمها يكون موسمي، ولديها برامج خاصة لا تتواكب، والاستراتيجيات الوطنية التي يفترض أن تكون استراتيجية وطنية على مستوى محافظات الجمهورية تتبناها وزارة الصحة. المنظمات الدولية تأتي بمشروع موسمي لا يتعدى شهر أو شهرين أو ثلاثة، ثم تترك الأمر ويبدأ التفشي الأوبئة من جديد. على سبيل المثال حمى الضنك والكوليرا وشلل الأطفال وغيره. المنظمات الدولية لديها برامج محدودة محنطة، لا نستطيع حتى تغيير المشاريع التي تأتي إلينا، وبالتالي إذا ما أردنا القضاء النهائي على حمى الضنك في المحافظة هناك برامج أخرى يجب أن تكون مستدامة طوال العام. مثل ماذا يعني؟ مثل التخلص من البؤر التي يتوالد فيها البعوض. يعني لدينا صندوق النظافة، يجب أن يكون المخلفات الصلبة يجب أن تكون خالية تماما في الشوارع، لأن المياه النظيفة التي تسقط من الأمطار أو المياه التي تكدس في المنازل، ونحن نعرف أن محافظة تعز من المحافظة الجافة، يلجأ الأهالي إلى حفظ المياه الصالحة للشرب على في أواني وفي حوافظ مفتوحة، ويكفي 5 ملم من الماء المحفوظ في أي محتوى أن يكون بيئة مناسبة لتوالد البعوض الناقل لحمى الضنك. هذه المواطن يجب أن يتوفر مياه الشرب بحيث لا يلجأ المواطن إلى تكديس الماء بأواني مفتوحة. يجب أن ترفع كل المخلفات الصلبة داخل المدينة. هل لكم دور في الجانب التوعوي للمواطن يعني بهذه الأمور؟ مشروع مكافحة حمى الضنك الذي نسير فيه هنا يتكون من التقصي الحشري والتقصي المخبري والتوعية الصحية للمواطنين، وكذلك إزالة البؤر والرش الضبابي. الرش الضبابي الذي يقضي على البعوض. الرش الضبابي إلى ما مدى فاعلية هذه العملية، وهل هي يعني قادرة على القضاء أو ربما الحد من هذا المرض أو الفيروس؟ الرش الضبابي هو ما يلاحظه المواطن كونه يسير في الشوارع وفي الأزقة وفي الحارات، لكن هو جزء من مشروع متكامل يجب أن يسير بخطوات 5 متتالية، من التقصي الحشري، التقصي المخبري، اكتشاف البؤر، توعية صحية، وصولا إلى الرش الضبابي ومعالجة الحالات المشتبهة في مراكز الباطنية في المستشفيات. نعم، رسالة أخيرة دكتور عبد الرحيم توجهها للمواطن لتجنب الإصابة بهذا الوباء. ربما هناك أيضا أشير إلى أن هناك عادات سلبية قد يتبعها المواطن لعلاج وباء حمى الضنك وقد تؤدي بحياته يعني نتيجة ممارسة خاطئة أو فهم خاطئ. ما هي الرسالة التي توجهها للمواطن في لحماية نفسه من هذا الوباء؟ أولاً الرسالة التي نكررها دائماً، ولا أريد أن أعقد هذه الرسالة، لكن أنا أقول للأخوة المواطنين في محافظة تعز، نحن نتفهم أن المحافظة جافة كما قلت ويحتاجون للمياه، وإذا تطلب الأمر الاحتفاظ بالمياه يجب أن لا تكون في أواني مكشوفة، في حوافظ مكشوفة، يتأكدوا من تغطية خزانات المياه في السطوح، يتأكدوا من عدم وجود مياه ولو حتى بعلبة الأناناس، ولو حتى في يعني في الماء، في ماء الصحي مفتوحة، عليهم أن يتأكدوا من هذا. ثم نصيحتي عند الإصابة ألا يذهبوا إلى عدة طرق اجتماعية، حوامض ما حوامض وأشياء أخرى، أن يعرض على أقرب مركز صحي. وكما نعرف بأن مرض حمى الضنك هو مرض فيروسي، علاجه علاج أعراض، إذا ارتفع الجهاز المناعي للشخص أثناء الحمى
سيتخلص من هذا المرض لا شك. وعدم استخدام الأدوية العشوائية، خاصة الأدوية التي من الأعراض الجانبية لها أن تؤدي إلى النزف، لأن الحمى هي اسمها حمى نزفية، فإذا ما استخدم أدوية تؤدي إلى النزيف هذا عامل مساعد لكي يدخل في مرحلة الخطر. إذن نحن نأمل السلامة للجميع. دكتور عبد الرحيم السامعي، مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز، شكرا لتواجدك معنا. شكرا جزيلا. مرحبا بكم من جديد. تنتشر في تعز حقول زراعة الذرة الشامكة، وتنتشر العديد من مناطقها بزراعة وإنتاج هذا الصنف من الحبوب، وتعتبر الأودية والأراضي الزراعية تتطلب زراعة الذرة الشامية مياهاً كثيرة، لذا فإن المكان المناسب لها هو الأودية التي تتوافر فيها كميات كبيرة من المياه، وتتميز بتربة طينية غنية بالعناصر الأساسية للنمو، وتستطيع الحفاظ بالمياه لفترات أطول. أبو ذري شهر النص، أبو ذري 4 شهور، أبو ذري مصرين، أبو ذري حمراء، المحاضر الذرة الشامية. في الغالب تحتاج زراعة الذرة الشامية إلى 5 أشهر للنمو وصولاً إلى حصاد الحبة، وهي المدة التي يظل المزارع يعتني بها في الزرع، حتى إذا استوى فاستغلظ بدأ الفلاح يتحسس المحصول عند أول مراحل ظهور الحبة في مرحلة ما قبل النضوج، والتي تسمى بتعز الحرير أو المريد. عادي أول مرد، يعني أول بداية المرد، بعد ترجع تستوي لهنده، تصل مثلا من 4 إلى 5 شهور تبدأ نحصدها، يعني مراحل، يعني إذا حتي في الشهر الثالث أبقينا شهر نص كده شهرين وشو نحصد. ما يحصل عليه الريفيون من محصول الذرة الشامية بعد العناء في الأرض فيعتمد على كمية المياه التي تسقى بها الزرع مع العناية به طوال الموسم، أي من وقت وضع البذرة في التربة حتى حصاد الحب. نقحزه أول حاجة ونطرحه روحنا، بعدين يضحي، وبعدين يتقرش، وبعدين يستوي، نرجع نخبطه نحصده إلى يطلع ذرة صحيح. في ذاك مثلا مواسم امطار وسقيته وعتنت فيه بتحصل، يعني عمليه نقط الحوض يعني ما تخش معك، تحصل 20 30 40 قدح على حسب المواسم. يعني تتواجد الذره الشاميه في اسواق تعز وتباع على شكل سنابل بالمفرد بعد وضعها على الجمر او غليها في الماء لتعطي مذاقا متميزا عند تناولها، ويتنوع في تعز محصول الذره
فإضافة إلى الذرة الشامية هناك الذرة الحمراء أو ما تسمى محلياً بالغرب والبيني والمنزلة وغيرها. بنظرة عابرة تبدو مشاريع جاءت نتاج جهود فردية أو جماعية بأنها بسيطة ومتواضعة، لكنه عند الاطلاع على حقيقة ما تقدمه هذه المشاريع البسيطة وما تحدثه من أثر بالغ، يتحول الأمر من مجرد النظرة العابرة إلى تقدير وإشادة عاليين. بالتأكيد ستكون هذه هي النتيجة عند التعرف على جهود مركز الدعم النفسي بمركز الأمل لعلاج الأورام بتعز وما يقدمه للأطفال المصابين من ترويح وتسلية. كم هو مؤلم حين تتخذ الغواية بالألعاب في البحث عن سعادة يعتبرها الكثير في حكم المفقود بعد أن صادرها داء يصنف من بين أكثر الأمراض توحشا وفتكا بالإنسانية عموما والطفولة على وجه الخصوص، غير أن الأكثر إيلاما أن يقف الجميع في حالة صمت وعجز لمنح طفل مريض بالسرطان ابتسامة هي في حكم الممكن. الممكن الذي عمل عليه مركز الدعم النفسي التابع للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتعز، والذي استطاع إخراج المرضى من الأطفال من الحالة السيئة التي كانوا يعيشونها. إنه لقون شيق للأطفال وحيث هم يعانون من مرض خبيث في أجسامهم، فهذا المكان يعتبر روضة للأطفال ومتعة لهم ويعيد لهم الحياة بصورة مستمرة، فيعتبر هذا المركز وهذا مركز أمل. قمنا يعني بفتح قسم الدعم النفسي بعد أن نظرنا إلى احتياج الطفل لهذا القسم، فوجدنا أن الجانب النفسي يشارك في العلاج ما يقارب أكثر من 70%، حيث أن الطفل عندما يكون مستقر نفسيا يحب المكان الذي يتلقى فيه العلاج، يستطيع الطفل هذا استجابة العلاج من خلال هذه البرامج. جنات ومحمد وكريم وقصي وتقوى من الأطفال الذين داهمهم السرطان في وقت مبكر، غير أنهم الكثير من أقرانهم قد وجدوا في هذه المساحة التي تتبع المركز ما يبعدهم عن هموم ومعاناة المرض، ومن خلال ممارسات هواياتهم المختلفة من لعب كرة اليد إلى الركض والركوب على المرجيحة وتركيب المكعبات وغيرها من أدوات التسلية. ألعاب بالاستتار والدراجة افتح. معاناة مريضة السرطان متواصلة، لذا قام قطاع المرأة والطفل المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بفتح قسم الدعم النفسي لتلبية احتياجات المرضى من لعب ودعم وكل ما يتطلبه المريض. يعتبر القائمون على مركز الأمل لعلاج الأورام الدعم النفسي للمرضى المصابين بالسرطان أمرا في غاية الأهمية، باعتبار أن العمل في هذا المجال يزيد من ثقة الطفل بنفسه ويقوي قدراته في مواجهة المرض، وبالتالي إنقاذه من الارتهان والبقاء أسيرا لمعاناة وتأثيرات هذا القاتل. طبعا نعرف معاناة المريض، نعرف السرطان معاناته، ألمه، احتياجاته، دموعه، آهاته، فكان الطفل أول ما يدخل مركز الأمل يحس بخوف، يحس بقلق، يحس ب... فكرنا بإعداد هذه الغرفة المتواضعة البسيطة ذات الألعاب البسيطة، فكان الطفل أول ما يدخل المركز يحس باشتياق إلى أن كأنه يأتي إلى حديقة، رغم أن هذه الإمكانيات يعني كانت بسيطة، لكن كان لها بصمة كبيرة وفعالة وقوية في نفسية مريض السرطان. يقدم مركز الدعم النفسي إلى جانب وسائل الترفيه الكثير من البرامج الهادفة للأطفال المصابين، وهو ما يجعل من مكان الاستطباب عند الأطفال حيزا ملائما يستثير رغباتهم للتردد على المركز باعتباره ليس مجمعا لوخز الإبر وحسب. طبعا نحن نعمل الرحلات
أعياد الميلاد، المراكز الصيفية، الأنشطة، الألعاب، المسابقات مثلاً الحركية، نعمل لهم مثلاً الإفطارات الجماعية. شريحة الأطفال من أكثر الشرائح حساسية في التعامل، لذا فإن المركز يتبع تعليمات لمراعاة نفسيات المصابين بالسرطان بما يحقق لهم السعادة الممكنة بعيدا عن أجواء المرض والمعاناة. شفى الله المرضى وأمد الجميع بالصحة والعافية وكتب أجر القائمين على مثل هذه الأعمال. مشاهدينا، إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء. أعز مدينتي نعم المدينة، تقاها الصبح نعم.